حبيبي اكون خلصتي معايا كل العدس بتاعي اهو بالشكل ده، عدس ابو شعريه، وهنا الزيتون بتاعي ليمون مخلل وزيتون مخلل، والعيش الناشف المفقع بالشكل ده كده وبالطريقه دي كده. طبعا انتوا شايفين العدس لسه سخن مولع عشان ناكله كده وايه ويدفين على طول. شكله جميل جدا وطعمه تحفه تحفه تحفه، الزبده مخليه ريحته جميله 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 بجد بامانه، ريحته طالعه تحفه. شاميه حاجه كده طعمها يهبل. يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم، ولو الطريقه بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من اكلات ماما وشومو، واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد في رعايه الله. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض العدس. طبعا العدس من الاكلات اللي بتتاكل في الشتاء، اكلة دافية بتدينا طاقة كده وبتدينا دفعة جميلة جدا، فاحنا هنعملها مع بعض وان شاء الله بإذن الله الطريقة تعجبكم. انا جبت نص كيلو من العدس وبدأت ان انا بالشكل ده هغسله معاكم وهولع عليه علشان هو كده كده اصلا مش بياخد سوى كتير، والعدس من الاكلات الخفيفة اللي ما بتاخدش وقت اصلا معانا. بالشكل ده كده انا جبت العدس بتاعي هغسله وهحطه على النار، واكون محضرة معايا الحاجة بتاعتي اللي هحطها في قلب العدس. انا غسلت العدس بتاعي بالشكل ده كده ومحضرة معايا 3 طماطميات يكونوا كبار كده، هقطعهم قطع زي ما انت عايزه بالشكل ده اهو. هبدا ان انا احطهم على العدس بعد ما ولعت عليه. هحطهم على العدس بالشكل ده كده بعد ما ولعت عليه. هكون مقطعه معايا جزرتين كبار بالشكل ده، وخمس فصوص ثوم دقاهم، وبصلايه كبيره برده مقطعاها، يبقى 3 جزرات وبصلايه كبيره وخمس فصوص ثوم وتلات قطايات كبار، هحطهم على العدس وهسيبه مع بعضه لحد ما يستوي. بالشكل ده كده يا حبايبي هقلب المكونات بتاعتي مع بعض لحد ما ايه، واسيبها لحد ما تستوي الحاجة بتاعتي دي كلها كده مع بعض، التوم مع البصل مع الجزر مع القوطة مع نص كيلو العدس، هنسيبهم يستوي سوا. بعدين هرجع اقول لكم هنعمل العدس بتاعنا ازاي، طريقته سهله جدا وطعمه هيبقى حلو جدا جدا وهيعجبكم ان شاء الله. بس طبعا زي ما انتم عارفين لو الوصفه بتاعتي عجبتكم يا ريت تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا زر الجرس، واللي لسه ما اشتركش عندي في القناه يا ريت يشترك عشان يوصلكم كل جديد من اكلات ماما وشيمو. هنسيبه بقى كده لحد ما يستوي خالص. بالشكل ده يا حبايبي اهو العدس بتاعي بعد ما استوى، انا سبته لحد ما استوى خالص وبقى عامل كده، بصوا شرب الميه واستوى العدس بتاعي، والطماطم والجزر والبصل والثوم كله لف على بعضه بالشكل ده. هو طبعا انا لسه طافي عليه، هسيبه يبرد شويه وبعد كده هبدا ان انا اضربه في الخلاط معاكو مع بعض. هحضر الخلاط بتاعي واحضر المصفه بتاعتي والحله بالشكل ده. انا هنا حضرت اهو المصفه وادي الخلاط بتاعي، وهبدا اخد من العدس ونضرب في الخلاط مع بعض خطوه بخطوه كده علشان نخلصه سوا. هاخد بالكبشه كده واحط في الخلاط، ما تكتريش على الخلاط بتاعك، ولو انت حاسه ان هو سخن ممكن تصبري عليه شويه. بالشكل ده كده هاخد كميه من العدس بتاعي وهبدا ان انا اضربه بالشكل ده. هاخد شويه من العدس وهبدا ان انا اضربهم في الخلاط بتاعي، وبعد كده هنصفيه مع بعض في المصفى. بالشكل ده كده اهو انا ضربته، هبدا بقى ان انا اصفيه معاكم بالراحه كده في المصفى علشان
تنزلي العدس بتاعك، ولو في لسه مثلا بواقي من الطماطم، بواقي من الجزر او اي حاجه، ما تنزلش في الحله بالشكل ده كده. لو انت ضربه كويس صدقيني مش هيطلع معاكي تفل كتير من البصل او الجزر او الطماطم. ساعات قشره الطماطم بتبقى عامله ايه حتت كده زي ما انتم شايفين. بالشكل ده كده هبدا انزل الشوربه بتاعه العدس كلها في الحله بتاعتي. انا حاطه حله تحتي تمام كده، هبدا اقلبها كده لحد ما انزل كله بالشكل ده. انتم شايفين اهي بدات كله ينزل بالشكل ده كده. طبعا انت بتنزلي العدس بتاعك، وبعد كده لو انت حابه تعملي شوربه هقولك تعملي فيه ايه، ولو انت حابه تعملي بشعريه هقولك تعملي فيه ايه. اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، اهو العدس بتاعي اهو. بعد ما صفيته هاخده بقى واروح بيه على النار علشان اقول لكم هنعمل فيه ايه. تمام، انت هتحس ان القوام بتاعه تقيل لو انت حابه، لو انت طبعا القوام بتاعه ده على حسب ما انت بتحبيه. لو انت عايزاه خفيف كده كده اصلا العدس لما بيقعد بيربط، كل ما بيقعد بيتقل والقوام بتاعه بيبقى اتقل بيبقى سميك، فانت هتزوديه ميه وعلى حسب ما انت عايزه. بصوا انا بالنسبه لي القوام ده اهو بتاعه زي ما انتم شايفين اهون. انت حابه تزودي كوبايه ميه، عايزاه اخف ممكن تزوديه كوبايه ميه. لو انت عايزاه شوربه بقى هتحمري بصلايه، هتحمري بصلايه بمعلقه زبده وهتحطيها عليه. تمام، دي لو انت عايزاه شوربه. طيب لو انت عايزاه زي كده بشعريه، انا حطيت اهو قدامكم قطع من الزبده، حته زبده كبيره كده هحطها تفك وهبدا انزل عليها بالشعريه بتاعتي على الايه على الزبده. تمام، وهبدا ان انا اقلبها. وهنا انا مولعه على العدس بتاعي، هتولعي العدس بتاعك علشان انا عايزاه يغلي، تكون حمرت الشعريه بتاعتي بالزبده طبعا، لان الزبده بتديله ريحه جامده جدا وبتديله طعم حلو جدا جدا جدا. ما عندكيش زبده عادي ممكن تعمليه بسمنه، مفيش اي مشكله. اهو بالشكل ده كده انا حاطه الزبده اهي، اهو بالشكل ده هبدا احمر الشعريه بتاعتي بقطعة الزبدة اللي انا حطيتها دي عشان تديله ريحة انا عايزاه يبقى ريحته حلوة. العدس بالذات لما بيبقى محطوط عليه سمنة بلدي بيبقى ريحته تحفة. هبدأ اقلب الشعرية بتاعتي لحد ما تتحمر معايا خالص، يكون العدس بتاعي بدأ ان هو يغلي، هبدأ اخد الشعرية واحطها على الايه على العدس بتاعي. تمام، انا هنا مولعة اهو زي ما انتم شايفين على العدس بالشكل ده، وهحط برضو حتة زبدة في قلب العدس. الشكل ده اهو حمر الشعرية بتاعتي. هنا العدس بتاعي اهو انا حطيت فيه حتة من الزبدة كمان، وهنا الشعرية بتاعتي اتحمرت زي ما انتم شايفين، خدت اللون الذهبي ده، انا عايزة اللون الذهبي ده. تمام، دي التوابل بتاعتي بقى، الملح والشطه والكمون. تحطي معلقه من الكمون، معلقه شطه وملح حسب ما انت بتحبي. هتبداي تقلبي الاول التوابل بتاعتك، احنا بنحب نحط عليه شطه صراحه بيبقى طعمه تحفه، وانا حاطه حته من الزبده كمان عشان تديله طعم وريحه اكتر. هبدا اقلبهم بالشكل ده كده. طبعا العدس بتاعي بدا ان هو يغلي، هبدا اخد من الايه من الشعريه بتاعتي واحطها على العدس. بعد طبعا ما قلبته كده هدوقه اشوف الاول، لو انا حاسه ان هو محتاج ملح هزود الملح على حسب ما انت حابه. برضو انت حاسه ان الملح بتاعك مظبوط تمام، حاسه ان انت عايزه تزوديه، ده طبعا بيبقى حسب الرغبه. الملح ده انا حسيت ان هو كان عايز شويه ملح تاني فحبيت ان انا ازوده ملح، لان كنت حاسه ان الملح بتاعه قليل. تمام، بالشكل ده كده هستنى لحد ما يبدأ العدس بتاعي يغلي
علشان احط عليه الشعرية بتاعتي. اهو انا كده ظبطت الحدق بتاعه، بدوق وبشوف هيحتاج حاجة تاني ولا لا. لقيته كده بقى مظبوط الحمد لله. طبعا الحتة البيضة اللي عليه دي زبدة يا جماعة. اهو انا بدأت ان انا احط الشعرية بتاعتي بالشكل ده كده عليه، وهبدأ ان انا اقلبها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هتقلبي، ايوه كده هقلب العدس بالشعرية بتاعتي. القوام بتاعه زي ما انت عايزة، حسيتي ان هو تقيل ممكن تزوديله شوية مية، بتحبي قوامه تقيل براحتك. تمام، انا كده القوام بتاعي مظبوط. كده كده اصلا العدس لما بيقعد بيربط، يعني بيتقل، القوام بتاعه بيبقى سميك شوية. بالشكل ده كده انا خلصت العدس بتاعي. هسيبه يغلي بالظبط 3 دقايق، مش اكتر من كده، 3 دقايق، وهطفي عليه وهروح معاكم علشان نقدمه مع بعض. يا رب تكون الطريقة بتاعتي حلوة وتكون خفيفة عليكم وتكون عجبتكم. بالشكل ده يا حبايبي انا خلصت العدس بتاعي، وحطيت معاه طبق الزيتون بالشكل ده كده، والليمون المخلل، وكنت جايبة عيش اللي هو الناشف المفقع بالشكل ده. يا رب تكون الطريقة بتاعتي حلوة وتكون كانت خفيفة عليكم وعجبتكم. العدس بتاعي صراحة ريحته تحفة تحفة تحفة، وريحة السمنة البلدي فيه جميلة جدا جدا جدا، والزيتون المخلل زي ما انتم شايفين، والليمون طعمهم حكاية. صدقوني جربوه، والطريقة ان شاء الله هتعجبكم. وطبعا لو الطريقة بتاعتي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من اكلات ماما وشيمو. ولو انتي مشتركة معايا ياريت ما تنسينيش في اللايكات اللايكات اللايكات، حطوا لي لايكات كتير واكتبي لي كومنتات علشان اعرف الوصفات الجديدة اللي انتوا عايزين نعملها. هتوحشوني يا احلى صحاب واحلى اخوات في الدنيا، ربنا ما يحرمني منكم ابدا ولا من متابعتكم. مع السلامة.